نروح لفريق البلياردو الفرنسي بنادي الزمالك بقيادة محمد أيمن المدير الفني اللي بقى جاهز لمباراة سموحة في قبل نهائي كأس مصر واللي هتتلعب بكرة الساعة 11 صباحا. الفريق طبعا كان صعد لقبل النهائي بعد الفوز امبارح على نادي الصيد بنتيجة 2-1. الفريق بيضم منصور عبد الهادي، عادل عطيه، وخالد حجازي، كل التوفيق ليهم طبعا في كل ما هو مقبل، وباذن الله يقدروا ان هم يفوزوا في الادوار النهائيه.